السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل اليوم بإذن الله قصتنا، قصة غابة العجائب. هيا فلنبدأ حصتنا. أما الآن فمع التهيئة، كيف تصرفت الثعالب مع القرد؟ كيف تصرفت الثعالب مع القرد؟ السؤال الثاني، ما رأيك في تصرف الثعالب؟ ما رأيك في تصرف الثعالب؟ فكر ثم أجب. والآن مع كاتبة غابة العجائب. اسم الكاتبة يانج هونج يانج، هي كاتبة من الصين وتعد من أفضل من كتب للأطفال، وهي من أغنى أدباء العالم. الهدف أن يحلل المتعلم شخصيات القصة معبرا عن رأيه فيها. أحس ثعلوب الصغير بالجوع وقال: لما لا نجمع بعض الفطر أيضا؟ فكرة رائعة، رد ثعلوب. خرجت العائلة تبحث عن شيء تجمع فيه الفطر. ارتبكت أرنوبة حينما وجدت الثعالب يقطفون الفطر ويجمعونه في السلة. قالت لصغارها: المكان مزدحم هنا يا صغاري، هيا نبحث عن مكان آخر نقطف فيه الفطر. لمحت أرنوبة الثعلب الصغير وهو يقترب من الفطر الملون. أسرعت نحوه وقالت: انتبه أيها الصغير، هذا الفطر سام. أخذت ثعلوبة الفطر من صغيرها ووضعته في السلة. لا تابه بما تقوله، هي تقول ذلك لأننا سبقناها إلى الفطر. بقيت الثعالب تجمع الفطر الملون حتى امتلأت السلة تماما. عادت الثعالب إلى المنزل سعيدة بما جمعته من الفطر. دخلت ثعلوبة المطبخ وقالت: سأعد لكم حساء لذيذا من الفطر. عندما حل المساء سمعت أرنوبة أصواتا غريبة تخرج من منزل القرد. أوه أوه أوه،
ذهبت إلى القرد وأخبرته أن شيئا غريبا يحدث في منزله. انطلق نحو المنزل سريعا ووجد الثعالب ملقاة على الأرض تئن من شدة الأنب. أوه لا، لابد أنهم تناولوا الفطر السام، قالت أرنبة، سأذهب لأحضر بعض الأعشاب. هيا الآن حان وقت التعرف على المفردات الجديدة. اقرأ هذه المفردات بنفسك. أولا الكلمة ومعناها، هيا اقرأ. الآن اقرأ الكلمة وضدها. أما الآن فمع الكلمات الجديدة: أحس، شعر، يقطفون، يجمعون، أحسنتم. حساء، شرب، حل، جاء. عندما أقول حل المساء أي جاء المساء. تئن، تتوجع، يقترب ضدها يبتعد، سعيدة ضدها حزينة، سريعا ضدها بطيئا. ما رأيك في تصرف الثعالب مع أصدقائي من الحيوانات؟ ادعم رأيك بالأدلة من النص. يمكن أقول عندما أريد أن أعبر عن رأيي، أقول أعتقد أن، أو في رأيي أن، أو بالرغم من، أو كما أنه، أو أعجبني تصرف، أو لأنه، وهكذا. أما الآن فقد حان وقت الأنشطة، هيا أيها الأصدقاء. قد لا يكون الشخص الذي يعطيك النصيحة كاملا، ولكنه يمنحك الشيء الذي ينقصك. ما رأيك في العبارة السابقة؟ ما النصيحة التي سمعتها ولم تنساها إلى اليوم؟ أخيرا، ما النصيحة التي يمكن أن تقدمها إلى أصدقائك؟ والآن مع التقييم الختامي، ادخل على الرابط التالي، اكتب اسمك ولاحظ عدد الطالب. في حالة الحصول على أقل من 80%، أعد المحاولة مرة أخرى. والآن صديقي الرائع، بعد افتح الانتهاء موقع من صديق الإجابة على واقرأ قصة الأنشطة، من يمكنك القصص الآن فتح التي البرنامج حدد لك عصافير معلمك وأجب عن الأنشطة وقراءة المخصصة المهمة لها. التي قام المعلم بتحديدها إليك، ملحوظة، ثم الإجابة الأنشطة عن التي الأنشطة بعدها مهمة المخصصة له. جدا لأنها تعبر عن مع مدى فهمك تمنياتي لما لجميع قرأت. الطلاب فإن بدوام رأيت التوفيق نفسك والنجاح، لم تستطع أن أشكركم تقوم على بحل حسن الأسئلة بشكل استماعكم. جيد، أعد قراءة القصة إلى مرة اللقاء في أخرى. الحصة يمكن أن القادمة تستمع إن شاء لها الله. مرة أو مرتين، وبعد ذلك قم بقراءتها، وفي الأخير قم بحل الأسئلة.
يعتبر ذلك تكنيك أو أسلوب الاستفادة من كل ما في القصة من كلمات ومفردات وغيرها. أتمنى لكم قراءة سعيدة، مع السلامة.